السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد سعيد في دورة Psychological First Aid، الدعم النفسي الأولي. بداية وقبل الدخول في شرح عملية السيستماتيك أبروتش بتاع Psychological First Aid وتعريفها، أحب أشارككم بعض الصور وأخد رأيكم فيها. الصورة الأولية ديت بتوضح لي أحد عمال الإطفاء أو رجال الإطفاء وباين عليه التأثر النفسي، وأحد الأصدقاء بيحاول يواسيه. وطبعا دي بتوضح لي حاجة مهمة جدا، ان الدعم النفسي مش مقتصر فقط على المصابين او المتعرضين للإصابة، لا ده حتى على مقدمين الخدمة المتمثلين في رجال اطفاء، رجال شرطة، ممرضين، مسعفين، حتى الاطباء. وبالتالي ان الدعم النفسي مش مستثنى منهم حد، حتى المقدم الدعم النفسي نفسه قد يحتاج الى دعم نفسي، ودي مهمة جدا. الصورة التانية بتوضح لي طفلة مع والدتها بتبكي بكاء شديد جدا وسط الدعم الأمني اللي حواليها، ودي بتوضح لي ان قد يكون الدعم الأمني عندنا كافي، لقد قد يكون ان الأمن بالنسبة للطفلة دي في صورة تواجد أخوها أو تواجد والدها معاها. وبالتالي في بعض الحاجات كتيرة جدا بنحس ان هي كافية بالنسبة للراجل اللي أنا بقدم له الخدمة دي أو المصاب اللي بقدم له الخدمة، لكن في حقيقة الأمر ما بتبقاش واصلة ليه بنفس المنظور اللي أنا عايزه. الصورة الثالثة دي صورة مهمة جدا، بتوضح لي أحد رجال المسعفين قاعدين وقلع الجوانت بتاعه وفي صورة عدم تنظيم خالص للأدوات بتاعته، وباين عليه قد إيه هو مجهد جسديا زي ما هو مجهد نفسيا. وده مهم جدا بالنسبة لي، لأن الناس المسؤولين عن عملية الاستجابة الأولية في حالات الأزمات والكوارث بتبقى هم أكتر ناس بتشوف المشاهد المؤذية للجسد والعين في نفس الوقت. وبالتالي ان الراجل ده لو اتأثر بطريقة مباشرة اكيد هيأثر عليا كطبيب بشتغل في مستشفى او كريسبوندر للحالة ديت بطريقة غير مباشرة. وبالتالي مهم جدا احطه في عين الاعتبار ان الناس دي محتاجة دعم نفسي كويس. الصورة الأخيرة دي صورة بتوضح لي أحد الأطباء في سوريا الشقيقة ربنا يعينهم، وهو بيتعامل مع إصابات خاصة بالأطفال وشايلها بنفسه، محدش بيساعده، وكم الأطفال الموجودين على سرير واحد ونقص واضح جدا في الموارد والأدوات اللي بيستخدمها. تخيل طبيب زي ده بيشتغل من 8 ساعات ل 16 ساعة يوميا، كمية الضغط الجسدي والنفسي عليها هيبقى عامل ازاي؟ اكيد طبعا لا يقارن بطبيب زيه بيشتغل في مستشفى فيها كافة الادوات ومش في نفس الظروف. فكل ده لازم يتحط في اعتباره، ان الاطباء برضو من الناس اللي تبقى محتاجة الدعم النفسي. وبالتالي فكرة دورة الاسعافات الاولية النفسية مش رفاهية، وان هي مش محتاجينها، احنا محتاجينها بطريقة اساسية زيها زي دورة الاسعافات الطبية اللي احنا بناخدها. عشان كده جامعة زي جامعة جون هوبكنز عملت حاجة جميلة جدا بقيادة دكتور اسمه جورج إيفرلي، وهو يعتبر من البايونيرز في السايكولوجيكال ساينس أو العلوم النفسية، بعمل كورس بسيط ومصغر وسيستماتيك أبروتش للتعامل مع الحالات اللي شفناها ده. دكتور جورج إيفرلي مش مجرد ان هو بايونير في السايكولوجيكال ساينس اونلي، بالعكس ده هو كمان مختص في الدعم النفسي للمصابين في حالات الازمات والكوارث. وبالتالي انت بتتكلم كده ان انا اقدر اقدم دعم نفسي لعدد كبير جدا. الراجل بيأكد ان الدورة دي الهدف منها ان اللي بيتعامل بيها او اللي بيستخدمها مش لازم يكون عنده خلفية بعلوم النفس، لا بالعكس ده هي معمولة انت ازاي تقدم دعم نفسي بابسط صورة. عشان كده عمل الكورس ده وحطه على موقع جميل جدا اسمه موقع www.coursera.org، وده موقع من المواقع البايونير في الاي ليرنينج، واتمنى ان انتوا تخشوه وتشوفوا الكورس ده وتتصفحوا وتستمتعوا زي ما انا بقول كده في الاكسبيرينس، بفكره ان انت تشوف ان في مواد علميه جميله جدا تقدر تقدم، مش جاست فور انترتينمنت، لا في علم كويس وبيقدم. فاتمنى ان انتوا تزوروا الموقع ده. هو عشان كده نبدا نخش على تعريف السايكولوجيكال فيرست ايد. لما اقول psychological first aid ايه اول حاجة بتبدأ تخطر في بالنا كتعريف؟ في ناس بتقولك ان هو just talk، مجرد كلام، والله انا بسيب اللي قدامي ده يفضفض، just briefing، والله انا بسمعه وبديله اهتمام اللي انا بسمعه، والله طالما قلت لي ان ده كورس فاكيد ده approach، لا ده انا ببدأ اتعامل مع الناس واعمل contact واعمل linkage، والله انا بحاول اقلل الاسترس اللي هو الموجود فيه. ومفيش اي غلط من الكلام اللي بيتقال ده، بس في كلمات معينة لازم أأكد عليها في التعريف عشان التعريف بالنسبة لي يكون scientific ويكون قابل للي أنا أستفيد منه في عملية systematic approach اللي أنا هستخدمها. فدكتور جورج قال جميل جدا، تعريف بسيط وممتاز، يوضح لك قد إيه إن الموضوع مش صعب.
فقال لك ان تعريف السايكولوجيكال فيرست ايد هو عباره عن كومباشنت، يعني في احساس وفي احساس بالتعاطف مع الحاله، مش مجرد ان هي وظيفه بعملها وان ده حاجه وظيفه مجتمعيه بعملها او حاجه، لا ديت كومباشنت، لازم اللي قدامك يحس قد ايه ان انت متعاطف معاه. وسبورتيف بريزنس، يبقى كومباشنت اند سبورتيف بريزنس. سبورتيف مش جاست السبورت هنا اللي احنا نقصد بيه الجزء حتى السايكولوجيكال، ايفن الفيزيكال. الفيزيكال في صوره اكل وشرب ومأوى واحساس بالامان، السبورت بواتيفر الصور بتاعته كلها ابدا احاول اوفرها له عشان اعمل وظيفتين مهمين جدا. الوظيفه الاولانيه في صوره ميتيجيشن للاكيوت ديستريس. يعني ايه ميتيجيشن للاكيوت ديستريس؟ يعني ببساطه اهون عليه بلوته، اهون عليه مصيبته. طب اي مصيبه؟ لا، قال لك الاكيوت. يعني ايه اكيوت ديستريس؟ يعني الحاجه الناتجه عن الاكسيدنت او الديزاستر اللي حصل دلوقتي، بالتالي ان اي حاجه ليها خلفيه او ليها باك جراوند قديمه ما اقدرش اعتمد عليه. ازاي اعمل ميتيجيشن للاكيوت ديستريس؟ الهدف الثاني اللي انا عايز اعمل اسسمنت للنيدز، الراجل ده محتاج ايه بالظبط؟ عشان ايه بالظبط اعمل اسسمنت للنيدز؟ عشان اقدر اقول هل الراجل ده محتاج ليه رعايه نفسيه متقدمه في مكان تاني، كونتينيود منتال هيلث كير، وبالتالي ابقى انا في الحاله زي دي خدمته. فالتعريف بيخدم الابروتش اللي احنا هنتكلم عليه. ببساطه التعريف تاني هو عاطف مع المصاب عشان ابدا اهون عليه ميتيجيشن للاكيوت ديستريس، اهون عليه مصيبته وابدا اقيم احتياجاته عشان اشوف اذا كان الراجل ده محتاج لرعايه نفسيه متقدمه. عشان كده عملنا ابروتش بيطلق عليه اختصارا كلمه رابيد. رابيد بمعنى كلمه سريع. رابد اختصار مكون من 5 حروف، كل حرف منهم بيشمل خطوة من السيستماتيك ابروتش اللي احنا نقولها. خلينا نبدأ بالاول حرف اللي هو حرف الـ R. R for reflective and robust listening. Robust and reflective listening بمعنى ان ازاي اسمع اللي قدامي بطريقة تطوع لي المعلومات اللي هو بيقولها، بطريقة تحسسني بالكمباشن اللي احنا قلنا عليه، الاحساس بالتعاطف، واللي انا مش مجرد بس ان انا بسمع المعلومات او بأيدها في ورقة عشان هسلمها لحد، لا انا لازم احسس اللي قدامي اللي انا قد ايه حاسس المشكلة اللي هو فيه ومتعايش معاه. طب الريفلكتيف ليسننج ده عشان يحصل كويس جدا لازم اتعلم مهارات معينة، اللي هي ازاي اقدر اعمل كونتاكت بطريقه سلسه ومرنه مع اللي قدامي، ما بقاش فيري تاف وانا بتعامل معاه، ما بقاش ان انا داخل معاه دايركت على طول، لازم اخش سموثلي وبطريقه ما تحسسوش ان انا متطفل عليه او مجرد ان انا بشمت فيه، لا انا عايز احسسه ان انا جزء من محنته وان انا معاه. وازاي اقدر اعمل انترودكشن فيري سمبل وبسيطه، مش محتاج ان انا ابقى سوفيستيكيتد وان معقد فيها وانا بقول لا انا عايز كلمات بسيطه جدا، سلام عليكم انا فلان الفلاني من الدعم النفسي، او انا الدكتور فلان الفلاني تبع المستشفى او الخاص بالدعم النفسي، انا تحت امرك خير في ايه. بكل بساطه بيبدا الراجل لو حتى ما بداش يتكلم معاك في الاول بس على الاقل ما 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 ما, ما نهركش او ما رفضكش. فدي نقطة مهمة جدا. قبل ما نبدأ نتكلم على التكنيكس بتاع الريفلكتيف ليسننج، هل الريفلكتيف ليسننج ده مهم بس في حالات الديزاستر والسبورتيف سايكولوجيكال سبورت اونلي ولا في حاجة تانية؟ قال لك لا، ده الريفلكتيف ليسننج ده بستخدمه في حاجات كتيرة جدا، قد يكون في صورة الكونسلنج اللي بيحصل زي اللي بنشوفه مثلا في المحاكم الأسرية أو القعدات العرفية اللي بتحصل. بنستخدمها كتير جدا. قد يكون في صورة المشاكل الأسرية اللي ما بين الآباء والأولاد في التفاهم والكلام زي ده، قال لك لا كمان أنت ممكن تستخدمها في صورة المبيعات وعمليات الشراء، مهمة جدا. حتى في عمليات التفاوض في زي تفاوض الرهائن بتبقى مهمة جدا. فالريفلكتيف ليسننج دي مهمة جدا وليها تولز سهل جدا إن أنت تعرفها وسهل جدا إن أنت تتعلمها. والتدريب الكتير على موضوع الريفلكتيف ليسننج ده بيخليك تتقن كتير جدا عمليات الدعم النفسي، وزي ما احنا شفنا في حاجات كتيرة جدا تقدر تستخدمها. من ضمن التولز بتاعت الريفلكتيف ليسننج الكويشنز، الأسئلة، لدرجة ان في مقولة شهيرة جدا بتقولك there is nothing so powerful as a well phrased questions، بمعنى ان مفيش حاجة بنفس قوة ونفس اداء سؤال متأسس صح ورايح في مكانه السليم. يعني ايه رايح في مكانه السليم؟ يعني انا عايز اجابة معينة انا خدتها من السؤال ده، يبقى السؤال ده well phrased، يعني متأسس صح ومتكون صح، مش جاست من ناحيه الاستراكشر، من ناحيه الغايه بتاعته. فعشان كده عندنا تو تايبس اوف كويشنز بتخدم لي هدفين مختلفين. الهدف الاولاني او النوع الاولاني بنسميه كلوز اندد كويشنز. يعني ايه كلوز اند كويشنز؟ يعني الاجابه باه يا لا، ملهاش اجابه ثالثه، ودي بنستخدمها لما نكون عايزين نوصل لحقائق بطريقه بسيطه. لو بسال مصاب مثلا انت عيالك كلهم عايشين؟ كلهم معاك؟ اه يا لا. في مكان هبات فيه؟ اه يا لا. طب معاك فلوس؟ اه يا لا. طب في مكان مثلا تقدر تقعد فيه دلوقتي؟ اه يا لا.
كلام واضح جدا وبسيط، فدي بقدر احصل بيها على حقائق معينه. بس في بعض الحاجات ببقى محتاج استطرد فيها اكتر واعرف فيها اكتر، ودي النوع الثاني من الاسئله اقدر استخدمها بنسميها الاوبن اندد كويشنز، اللي هي ايه اللي حصل، حصل ليه وحصل ازاي. يبدا اللي قدامك يبدا يتكلم ويستطرد في الكلام، ومن خلالها بقدر احصل على معلومات كتيره جدا، قد تكون صحيحه وقد تكون مضلله في بعض الاوقات، لكن على الاقل كميه المعلومات والتفاصيل اللي اقدر احصل منها بتبقى اكتر بكتير من كلوز اندد كويشنز. النقطه الثالثه من والاخيره من التولز، وانا ما تعمدت ان انا ما اكتبهاش هنا، اللي هي الريفريزنج. ريفريزنج يعني بمعنى اعاده صياغه الجمل. اعاده صياغه الجمل مش الهدف منها اللي انت تبقى بغبغان او انت بتكرر الكلام بس، لا، اعاده صياغه الجمل بطريقه احترافيه بتخلي اللي قدامك يحس ان انت عايش محنته. بمعنى لو واحد مثلا بيته وقع وشايفه في قمه الزعل وقمه الغضب وقمه الدستريس، مش هتيجي الراجل ده تبدا تقول له على فكره ده في مقدمين في بيوت في المكان الفلاني وتبدا تنصحه، هو مش عايز منك كده. الابروتش الثاني اللي هو الاي، الاي فور اسسمنت. يعني ايه اسسمنت؟ يعني عمليه تقييم، والتقييم هنا مش بيشمل الدعم السايكولوجي بس او الدعم النفسي بس، لا كمان الفيزيكال ستيتس بتاعه المصاب شكلها عامل ازاي، ودي من خلال انفورميشن، والانفورميشن دي بحصلها من خلال كونفرسيشن بتبقى محكومه ببعض الضوابط الهدف منها ان ما يبقاش مسليدنج ومعلومات ملهاش لازمه. فده من خلال جايدنج كونفرسيشن بانكتيتد باي سبيسيفيك كويشنز، اسئله معينه ببدا اسالها وظيفتها ان هي بتديني فاكتس معينه تقدر تفيدني كتير جدا في عمليه تقييم المصاب اللي قدامي او المتعرض للازمه. من خلال الاسسمنت ده بقدر اقيم الجزء السايكولوجي بتاع البيشنت اللي مصاب عندي من ثلاث حاجات، يا اما ان السايكولوجي بتاعته ستيبل وان الراجل ده كويس جدا وان الدعم النفسي الخاص بيه كويس جدا وده مش محتاج اكشن، يا اما في سايكولوجيكال ديستربنس ان في مشكله نفسيه، ودي بتتقسم حتتين، يا اما الجزء الاول ان هي في صوره ديستريس، ديستريس يعني الراجل ده تحت ضغط نفسي وده بيمثل الغالبيه العظمى، او في صوره ديسفانكشن ان هو تماما توقف عن العمل تماما من ناحيه الدعم النفسي. الجزء الاي ستريس احنا قلنا مفيش اكشن بالنسبه لنا فيه خالص وده كويس، بينما الديستريس محتاج مونيتورنج، متابعه، والمتابعه ده علشان اشوف اذا كان الراجل ده رجع لحالته الطبيعيه تانية اللي هي الاي ستريس، او حالته لا قدر الله حصل فيها ديتريريشن وتحول عمليه الديسفانكشن. ديسفانكشن وده هنبدا نتكلم فيها في عمليه الاسسمنت، دي اللي محتاجه اكشن. طب الاكشن ده بيتم من خلالي؟ لا طبعا، ده بيتم من خلال هاير ليفل، هاير كير ليفل اند سبيشالست، يعني مختص في عمليه الدعم النفسي. وعشان افرق ما بين الديستريس والديسفانكشن قسمناها تقسيمه علميه فقط لا غير. التقسيمه العلميه ديت هدفها ان هي توضح لي وتبسط لي الامور، لان في حقيقه الامر الحاجات دي كلها بتبقى متداخله مع بعض، يعني انا مش همسك العيان هلاقي فيه كل الحاجات دي، لا، انت بتلاقي فيه حاجات وقد تكون حاجات من هنا وحاجات من هنا، لكن لما تزيد تدريبك اكتر وتتعامل في الموضوع ده اكتر وتحطه في طبيعه عملك اكتر هتلاقي لا ان الموضوع سهل جدا ان شاء الله، وان هو قابل للتطبيق، وان هو مش محتاج اي خلفيه او بسايكولوجي يعني سايكولوجي او ايفن حتى نيورو ساينس او انا واخد مثلا دبلومه في الامراض النفسيه، لا خالص، الموضوع الدوره معموله ان هي تبقى مناسبه لاي حد ايفن حتى لو ما كانش ليه اي خلفيه طبيه كمان. فالجزء الاولاني عشان افرق ما بين الديستريس والديسفانكشن اللي هي كوجنيتيف رياكشن. يعني ايه كوجنيتيف رياكشن؟ يعني المستوى الشخصي والعقلي بتاعه، الراجل ده هل هو مشوش ولا لا؟ قال لك والله لو كان مشوش والتشوش اللي عنده ده مش مركز معاك، ما بيعرفش يقول اللي حصل له بالتفصيل اللي المفروض يقوله اي انسان، بشويه يركز معاك وشويه لا، تركيزه ضعيف معاك، اوفرويلمنت اوبسيشن، ودي ممكن تلاقيها بطريقه فظيعه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا راجل كان في حادثه عربيه وناس كثيره ماتت قدامه، فتلاقي الراجل ده يشوف منظر الدم يخاف جدا، يبعد عن الدم، تلاقيه يمسح ايده جامد جدا لو جه عليها شويه دم، او حادثه عربيه مثلا فتلاقيه بعدها بيهتم جدا بحزام الامان، يهتم جدا بفي فرامل ولا لا، يهتم بيشوف الاشارات بطريقه اكتر من الطبيعي. وقتها ابدا اشك ان الراجل ده طبعا في ديستريس، او ان هو بتجيله احلام يقظه باللي بيشوفها كتير، ان الحادثه بتتكرر قدام عينه مره واثنين وثلاثه، او قد تجيله صوره كوابيس. كل ده المفروض ان ده الطبيعي بتاع الديستريس، ان الانسان اللي اتعرض لمشكله كبيره او حادثه كبيره قد يظهر ليها. لكن الموضوع ده لما يبقى مبالغ فيه، وان الموضوع ده يبقى انكاباسيتيتنج، يعني بيأثر عليه بطريقه مش هو ما بيقدرش يسيطر عليها، مشوش طول الوقت،
دايما سرحان، تيجي تسأله ما يردش عليك، حتى يوصل أمر اللي انت حتى تحاول تنبهه جسديا، تزقه تهزه مش مركز معاك خالص، تلاقيه يبدأ ينعزل عنك تماما، إحساسه ان بكرة أحسن وان هو محتاج يشتغل وان هو محتاج اللي ينسى اللي فات، موضوع ده بقى ضعيف واستجابته ضعيفة، حتى ممكن يوصل الأمر ان هو يفقد أمله في الحياة ويبدأ يحاول ان هو ينتحر، أو قد يلوم بعض الآخرين على يعني المشكلة هو فيه، وتوصل للموضوع بالموضوع البارانويا ان هو لا انتوا اتفقتوا عليا انتوا السبب انا لازم اموتكم، فيوصل الموضوع لهوموسايدال ثوتس. النوع الثاني في على مستوى الايموشنال. الايموشنال يعني ايه؟ يعني اللي انت تقدر تحسه في موضوع الدستريس. قد يكون الدستريس في صورة خايف، زعلان، متضايق، او قد يكون في صورة انا متضايق جدا، فرستريشن، او انا غضبان على اللي حصل، او الظروف اشمعنى عليا انا بالذات، كل الكلام ده بتبدا تاثر فيه. لكن الموضوع ده بقى لما يبقى ايموبلايزنج، يعني ايه ايموبلايزنج؟ يعني شله تماما، بنقول ان ده شل تفكيري، الراجل ده والله مكتئب، طبيعي ان اللي حصل له يبقى مكتئب، لكن اكتئابه يخليه قاعد في سرير 3 ايام ما بيتحركش، اكتئابه يخليه ما ياكلش، اكتئابه يخليه مثلا ما يروحش الشغل ويتصلوا بيه ما يردش عليه. الموضوع كده وصل الموضوع ان هو تجاوز الدستريس لمرحله الديسفانكشن، تجاوز من مجرد الفولو اب وان هو محتاج دعم نفسي بسيط لموضوع ان هو ممكن يحتاج سبيشاليتي عشان يتعامل معاه. النقطه الثالثه على مستوى البيهيفيورال. يعني ايه مستوى البيهيفيورال؟ يعني مثلا الراجل ده ممكن يجي له يبدا يجي له مثلا فوبيا من الحاجه اللي حصلت له، ده والله يتعرض مثلا لغرق مركب يبدا يخاف من الميه، يبدا يخاف ينزل، والله ممكن يجي له الراجل ده في صوره ان كوابيس ويبدا يشتكي ان هو ارق مستمر وان هو ما بينامش، او العكس تماما ان هو بدا ينام كتير، مشاكل في الاكل، فقدان الشهيه، او العكس برضه في صوره ان هو بدا ياكل كتير. اي تغير في المستوى السلوكي الملحوظ قدامنا لازم نحطه في اعتبارنا. لو المواضيع دي كلها لها مؤقتة يبقى ده ستريس، لكن الموضوع بقى لما يبقى كبير في صورة ان هو مش عارف يتحكم فيها، وان الحاجات اللي بيعملها دي قد تؤثر على حياته في صورة ان هو بدأ مثلا يعدي الشارع من غير ما يبص العربيات، بدأ يكون عنيف مع زمايله، بيتخانق معاهم، بدأ الموضوع يوصل ان هو بدأ يتعاطى مسكنات كتير، او مثلا كحوليات بطريقة اكتر، او مشروبات طاقة بطريقة زيادة عن اللزوم، يشرب قهوة، كان بيشرب فنجانين قهوة دلوقتي بيشرب 10 او 11. كل الكلام دي لازم تحطه في اعتباري ان الراجل ده ما بقاش طبيعي، ده dysfunction. ليه لا ما نشوف واحد مهتم بيه شوية، او واحد psychological background يقدر يتعامل معاه احسن. فدي نقطة مهمة برضو لازم تتحط في الاعتبار. النقطة الاخيرة وانا سايبها للاخر للأسف علشان ان هي كتيرة جدا في الدول بتاعتنا، اللي هي الجزء الروحاني. الجزء الروحاني احنا ساعات بنتعامل معاه بطريقة شبه خاطئة شوية، وقد يكون الهدف بتاعنا نبيل لكن الاسلوب خاطئ، فانا حبيت اديها اهتمام شوية في حتة ان بعض الناس المصابين او اللي تعرضت لازمات كبيرة جدا بتبدأ توصل من مرحلة الاكتئاب والضغط النفسي، ان هي بتبدأ تسأل اشمعنى انا اللي تعرضت للكلام ده، اشمعنى القدر انا بالذات، البيت اللي جنبي وقع والبيت اللي جنبي وقع وما حصل لهمش حاجة وانا الوحيد اللي حصل مثلا فقدان لاحد من افراد عائلتي، طب ليه يا رب ده انا كويس. احنا وقتها بنتعامل معاه استغفر ربنا وانت ايه اللي بتقوله ده، لا، في الحالة دي انت بتتقبل ان الراجل ده still distress. عكسه تماما الراجل اللي بقى وصل لمرحلة الديتريليشن وان هو فقد الامل تماما ان في وجود رب بيساعده او وجود قدر هو المسؤول عن اللي عنده، بيبقى في الحالة دي الراجل ده انت مش هتعرف تعمل معاه، هو محتاج مختص يبدأ يعمل اعادة تكوين للمنطق واعادة تكوين للعقلية والدين بتاعه. في الحالة دي انت بتعرف ان الراجل ده dysfunctional. رقم 3 في الابروتش بتاعنا اللي هو رابد، احنا قلنا رقم 1 R وهو الريفليكتيف ليسننج او الرابورت، رقم A الاسسمنت، رقم B اللي هو البريورتايزيشن. بريورتايزيشن يعني معناها وضع الاولويه. وضع الاولويه هنا شبيه الى حد كبير جدا بعمليه الترياجينج، عمليه التصنيف. والبريورتايزيشن زيها بالظبط زي الترياجينج، الهدف بتاعها ان هي بتتعامل لما يكون عندي حشود او اعداد كبيره جدا عندي مشاكل فيها، وقتها انا عايز اشوف مين اللي اولى بالرعايه النفسيه، مين اللي اولى اللي الراجل ده محتاج يروح ياخد دعم نفسي متقدم في المرحله دي، وده المهم جدا في عمليه البريورتايزيشن. يبقى قلنا البريورتايزيشن ان هي ذا سيم بيزك برينسيبلز اوف ترياج، تاني حاجه ان هي بتبدا تشوف مين الناس اللي محتاجين ايمرجنت سايكولوجيكال كير.
طيب البريوتايزيشن ده هو according to ماسلو نيدز. ماسلو ده احد العلماء حطت لي الهرم الاحتياجات، فقال لك ان الجزء الخاص بالفيزيكال نيدز في صوره الماكل والمشرب والمأوى اللي احنا اتكلمنا عليه وعمليه الدعم الامني او الدعم النفسي اللي بالخاص بعمليه الامان مهم جدا وبيمثل لي حاجه مهمه جدا، وبالتالي انا مش معقول ابدا اعمل اولويات وابدا اناقش فيها وانا شايف ان الاثنين دول متضررين. وللاسف في معظم الحوادث والازمات الكبيره بنلاقي ان الجزئيتين دول فيهم درجه من درجات النقص، وبالتالي دي بتأثر سلبا على الجزء اللي بعدها في صورة السايكولوجيكال سبورت اللي انا بقدمها في صورة استجابة الناس دي ليها، وبالتالي لازم احط الكلام ده في عين الاعتبار. الابروتش بتاع الترياج زي ما احنا بنتكلم قبل كده في الترياج بتاع التروما اللي احنا فيه تكنيكس معينه بنستخدمها، هو هنا بيحاول يبسطها لك ان قال لك تو تايبس اوف ترياجينج او تو تايبس اوف ميثود بيستخدموا مع بعض، يعني مش ده لوحدها وده لوحدها زي عمليات الترياجينج الثانيه، الاثنين انتجريتد ومتداخلين جدا مع بعض، وبالتالي ما اقدرش اقول ده مع ده كذا وده مع ده كذا، لا الاثنين بيكملوا بعض كويس جدا. الجزء الاولاني بيخص الحاجه اسمها الايفيدنس بيزد. ايفيدنس بيزد يعني الشيء المبني على الدليل، evidence based triage، وده عبارة عن ثلاث نقط زي ما هنتكلم في النقطة الثانية من التكنيكس اللي هي بنسميها risk based وهي عبارة عن ثلاثة، فنفتكر دي ده ثلاث نقط وده ثلاث نقط. evidence based بيتكلم على ثلاث حاجات، أول حاجة إن الراجل ده الجزء الوعي بتاعه بدأ يتأثر، بالذات مثلا في فكرة إن هو الراجل ده ما بقاش يهتم بعواقب أفعاله، بينفعل انفعالات شديده جدا في اماكن المفروض ما ينفعلش فيها، بدا يتعدى على رؤسائه ان الراجل ده في شغله ما كانش فيه الخصال دي قبل كده. النقطه الثانيه مثلا الراجل ده بدا يبقى هو سيلف ديفيتنج، يعني بدا يدمر نفسه بنفسه، بدا الراجل ده احساسه بالمسؤوليه واحساسه ان في مستقبل كان قدامه واحساسه ان في شغله بدا يستهتر بيه اكتر وما بقاش فقد، زي ما بنقول كده ان هو فقد الامل، يعني بمعنى ان نلاقي معدلات غيابه بدات تزيد، ان الراجل ده والله كان من اكتر الناس المميزين عندنا في الشغل بدا الموضوع الكيرفي ال، او مثلا في صوره طالب ان كان معدلاته الدراسيه عاليه جدا وبدا بعد الحادثه او بعد وفاه احد اقاربه بدا مستواه الدراسي بدا يقل بطريقه جامده جدا، لما نيجي نساله نحس ان ردود افعاله بدات تقل في صوره ان الحيويه بتاعته تقل، ما بقاش يشارك في انشطه رياضيه، لازم احط في اعتبار الكلام ده اهو. طب ديمينيشد فانكشنال كاباسيتي اللي هي ان الراجل ده حتى الاشياء الاساسيه في الدعم الجسدي بتاعه بدا يقل، بدا مثلا يضول دقنه، هو كان معروف مثلا ان هو حليق اللحى، والله اهتمامه بملابسه بدات تقل، حتى على مستوى الجزء الديزاستر ان في بعض اللوجيستكس المهمه جدا في حالات الديزاستر ريكفري، يعني بمعنى ايه، والله ان الراجل ده المفروض يجيب المايه من المكان الفلاني، المفروض الحاجات الهايجين بتاعته يجيبها من الحاجات الفلاني، بدا يستهتر ان هو ما هياش يجيبها، زمايله كلهم بيروحوا سايبينه لوحده، وبالتالي ده لازم احطه في اعتبار ان الراجل ده فيه مشكله وان المشكله ديت تدي له الاولويه عن غيره في عمليه الدعم النفسي. الجزء الثاني اللي احنا قلنا عليه الريسك بيزد وهو عباره عن ثلاثه وبنسميهم الثلاثه دي، الثلاثه دي اللي هو عباره عن الديث والديسلوكيشن يعني اللي هو ان هو يتسحب من مكان او الانفصال، والديسيبلينج امباكت اللي هو الامباكت اللي بيعمل له اعاقه. الديث مش لازم يكون الديث ان هو اتعرض له هو نفسه، لا الديث المقصود بيها هنا ان الراجل ده شاف اشلاء وجثمان ناس تانية، قد يكون احد اقاربه، قد يكون ناس ما يعرفهمش، مطعم وحصل انفجار فبدا يشوف اشلاء في كل حته، او هو نفسه من كتر ما شاف ده بدا يفكر ان الدور عليه وان هو برضه هيموت، وبالتالي النقطه دي لازم ابدا اسال نفسي ان الراجل ده زيه زي بقيه واحد تاني مثلا مجرد ان هو خايف او متضايق من اللي شافه؟ لا طبعا. الديسلوكيشن بمعنى ان والله حصلت حادثه كبيره جدا وان الراجل ده بسبب المشكله دي بقى في مكان واهله في مكان تاني، او مثلا حصلت حرب مثلا اهليه زي الموجوده في سوريا، في بعض الناس هجرت في مكان والناس تانية في مكان، ده برضو لازم اتحط من ضمن الحاجات اللي بتزود الضغط النفسي عليه. الراجل ده مثلا بعد ما بيته وقع هل ليه مكان يبقى فيه ولا هيبقى مهجر ولا يقعد في بيوت لاجئين، كل الكلام ده لازم تتحط في عين الاعتبار. الديسيبلينج امباكت، الراجل ده حصل له بتر لاحد اطرافه، ان الراجل ده مثلا كان ديت يعتبر راجل شغال على دراعه، ولا هو مثلا دكتور وفقد ايده، او مثلا راجل فقد عينه، حاجات من الحاجات الحيويه دي، كل الكلام ده ابدا احطه في اعتبار، اكيد الراجل ده في سايكولوجيكال ديستريس اعلى بكتير من الراجل العادي اللي هو مثلا مجرد ان هو بيته ضاع، او مثلا ان هو مجرد جروح سطحيه، او مثلا فقد ماله او حاجه زي كده. لما الامور دي تجتمع مع بعض كلها وتبدا الحاجات دي تكمل بعضها ابدا اقول الراجل ده محتاج emergent care. وصلنا هنا للنقطه اللي قبل الاخيره اللي هي الاي، الاي هنا فور انترفينشن، اللي انا هبدا اعمل مانجمنت وهبدا اتدخل هنا. والنقطة هنا على الرغم ان هي مهمة لكن هي في الحقيقة اقل اهمية من النقاط اللي احنا ذكرناها قبل كده.
خلونا نتفق ان انت لو اتقنت عمليه الريفلكتيف ليسننج بطريقه كويسه جدا وقدرت تعملي اسسمنت كويس جدا، يبقى انت كده على الاقل وصلت لاكتر من 90% من الهدف بتاع الكورس ده، تمام. لكن لو انت قدرت تعملي بريوريتايزيشن وعملت لي تراياجين كويس وقلت لي لا والله ده محتاج اكتر من التاني، يبقى ده ممتاز. لو وصلتني هنا بقى لمرحله الاي قلت لي والله ده الانترفينشن اللي انا اقدر اقدمه، يبقى انت اكتر من ممتاز. طب الانترفينشن عندي ايه؟ الانترفينشن عندي طريقتين، والطريقتين تنفع على حسب الموقف وعلى حسب الاصابه او الاكشن اللي حصل. في طريقه ببدا اتعامل معاها على اساس ان الراجل ده سايكولوجيكالي انستابل، وبالتالي ان الراجل ده الدعم النفسي بتاعه اللي انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله ستابيلايزنج للاكيوت ديستريس ده، وابعده عن المحفز لي البروفوكاتيف ستيمولس بتاعه. والله مثلا الراجل ده كان حصل قدامه حريق، فبالتالي مش هينفع مثلا اوديه مكان الحادثه، او والله الراجل ده مثلا حصل غرق لاحد افراد عائلته مش معقول هركبه مركب. فبالحاله دي بحاول ابعده عن الحاجه اللي بتحفز عنده مشاعر السايكولوجيكال ديستريس، او ممكن بطريقه تانية ان انا اديله مهمه تشتت تفكيره عن اللي هو موجود فيه. يعني مثلا دكتور شغال في الطوارئ وشاف من الحوادث وشاف حالات وفاه كتيره جدا، وبدانا نشوف الديستريس والسايكولوجيكال ديستريس عليه جامد جدا، ممكن اطلب منه تاسك فيري سيمبل واوي فروم الايه القسم الطوارئ اللي هو شغال فيه، ياخد منها راحه وبعد كده يرجع. او عن طريق اللي انا اخليه يفضفض، بنسميها اللاو الكاثارسيس. كاثارسيس ان هو يفضفض، نبدا نتكلم، ودي بتبقى جميله جدا لما يكون تيم. يعني ايه تيم؟ يعني ممكن بس مجموعه من الدكاتره او مجموعه من رجال الاطفال يبداوا يتكلموا، يا جماعه اللي حصل النهارده 1 و2 و3، ويبدا ده يفضفض وده يتكلم. الفضفضه في حد ذاتها ومن غير جادجمنت، وما بنقدرش نحكم على بعض ولا نقول انت كفء ولا انت عملته غلط، احنا بس بنفضفض ونتكلم. الهدف منها ان هي تقلل لي الانستابيلايزيشن اللي حصل نتيجه الاسترس اللي انا حطيته. دي طريقه من الطرق. الطريقه الثانيه ان انا ابدا اقلل تاثير الديستريس ده، هو الاكيوت ديستريس زي ما اتفقنا، وابدا ارجعه ان هو يشتغل تاني. وفي الحاله زي دي بتبقى محتاجه مجهود اكبر من الثانيه شويه، لان بتعتمد على مستوى وعي اللي قدامي، ودي في بعض الاوقات ما بتبقاش موجوده عندي الا لو واحد انا عارفه كويس جدا. وبالتالي مثلا لو اتكلمنا على مثلا طبيب شغال في مكان وحصل حاله وفيات كتيره نتيجه حادثه كبيره، وقتها انا ممكن ابدا اتكلم معاه، ابدا افسر له اللي حصل وسبب الوفيات ايه، وده ممكن في كتير جدا يعمل له نورماليزيشن للديستريس اللي عنده. او ممكن اقول له والله اللي انت بتعمله ده انقذ حياه ناس كتيره جدا، وان استمرارك في العمل بينقذ ارواح كتيره، وان ده حاجه كويسه. او ممكن مثلا ان انا ابدا اقول له المعلومات اللي انت كنت تعرفها دي، ان الناس توفت دي مش تقصير منك، ده هي اصلا جايه ميته، وابدا اشوف الفولس انفورميشنز اللي عنده ابدا اصلحها. دي طرق من طرق الانترفينشنز مهمه جدا. اخيرا وصلنا لاخر حرف من حروف السيستماتيك ابروتش بتاعنا اللي هو كلمه رابيد، وهي حرف الدي. الدي بالنسبه لنا بيمثل كلمه ديسبوزيشن اند فولو اب. Disposition and follow-up الهدف منها ان انا اعمل facilitation لعملية الاكسس وكيفية الحصول على psychological care اعلى، ودي طبعا من خلال الخطوات اللي فاتت، ما ينفعش لوحدها. والفولو اب بالنسبة لي قد يكون يتم من خلالي انا شخصيا كفريق دعم نفسي، او من ناس تانية. فزي ما قلنا الديسبوزيشن والفولو اب عملية فاسيليتيشن. تاني حاجة ان الثيرد فولو اب، لو لاحظت ان الحالة اثناء الفولو اب ما بتتحسنش، فيفضل ان الراجل ده محتاج انذر كير ليفل مش موجود عندي، قد يكون في صورة زميل، قد يكون في صورة اهل، قد يكون في صورة رجال دين. طيب نحب نفكركم باختصار كلمة رابت. احنا قلنا رابت دي 5 حروف، السيستماتيك ابروتش بتاع السايكولوجيكال فيرست ايد اللي متقدم من جامعه جون هوبكنز واللي بقى انترناشونال، بيستخدم في حالات الاصابه وحالات تانية كتير جدا. قلنا الار فور ريفلكتيف ليسننج اند رابورت، الاي فور اسسمنت الفيزيكال والسايكولوجيكال اسسمنت، واتكلمنا على الديستريس والديسفانكشن. البي فور بريوريتايزيشن، وقلنا دي عمليه التراياجنج بتاع السايكولوجيكال فيرست ايد. الاي فور انترفينشن، وقلنا قد يكون في صوره اللي انا ببعده عن البروفوكاتيف ستيمولس اللي بيحفزه، او قد يكون في صوره اللي انا ببدا ارجع له فانكشن واحده واحده واعمل ميتيجيشن للاكيوت ديستريس. وادي في الاخر خالص عمليه الديسبوزيشن اند فولو اب. بالنهايه اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، في انتظار ردودكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.